مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي: أولاً، تعيين خريج الأكاديمية العسكرية المصرية دفعات 117 حربية، 74 بحرية، 90 جوية، 51 دفاع جوي، الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا، الثانية ضباط متخصصين، وخريجي الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية في رتبة الملازم تحت الاختبار، وخريجي الدفعة 60 فنية عسكرية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار، والدفعة الثالثة من الحاصلين على الدراسات العليا في رتبة الرائد والنقيب والملازم أول تحت الاختبار طبقاً لدرجاتهم العلمية، وذلك اعتباراً من 30/6/2023. ثانياً، تعيين خريج الدفعتين الخامسة والسادسة من كلية الطب بالقوات المسلحة في رتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار اعتباراً من 1/10/2023. ثالثاً، منح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديراً لأدائهم وواجباتهم بتفان وإخلاص أثناء الدراسة من الكلية الحربية ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز فهمي، ملازم تحت الاختبار أسامة حمد محمد دخيل، ملازم تحت الاختبار أحمد مجدي عبد الخالق عمر، رائد تحت الاختبار محمد مبروك إسماعيل إسماعيل، نقيب تحت الاختبار الأمير محمد صبري حسين، ملازم تحت الاختبار دينا أيمن سيد حسن. من رئيسات التمريض ملازم تحت الاختبار رولا حسن عبد المنعم شلبي. من الدورة الأولى فروسية رائد مكلف هديل محمد توفيق الحداد. من دولة فلسطين ملازم تحت الاختبار عمر غسان سعيد زيدان. من جمهورية تنزانيا ملازم تحت الاختبار أجري نيتنجا بيتر. من الكلية البحرية ملازم بحري تحت الاختبار الحسن الحسين عبد اللطيف الصيفي. من الجمهورية اليمنية ملازم بحري تحت الاختبار عبد الله عمر عبد العزيز مساوي. من جمهورية جيبوتي ملازم بحري تحت الاختبار إدريس جيدي آراه موسى. من الكلية الجوية ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن محمد وجيه، ملازم جوي تحت الاختبار عبد الرحمن صبري محمد محمود. من الكلية الفنية العسكرية ملازم أول تحت الاختبار أحمد عصام عبد اللطيف علي.
من مملكة البحرين ملازم أول تحت الاختبار عبد العزيز حسن يوسف آل برشيد. من كلية الدفاع الجوي ملازم تحت الاختبار أنور أسامة أنور ديودار. من المملكة العربية السعودية ملازم تحت الاختبار عمر محمد عطية الزهراني. من كلية الطب بالقوات المسلحة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد هشام عبد الفتاح خفاجي. ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد أشرف إبراهيم الدهشان. من جمهورية جنوب السودان ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار ديو ماكور شواط. من الكلية العسكرية التكنولوجية ملازم تحت الاختبار أبانوب رفعت ملاك شحاتة. من جمهورية القمر المتحدة ملازم تحت الاختبار زغلول محمد علي ضيّر.